اخر تتبيله معانا، وهي شويه رايحه على الناحيه الاسيويه عشان نبقى النهارده شكلنا. علشان نعملها عايزين نص كوبايه زبده فول سوداني، ربع كوبايه صويا صوص، معلقتين كبار عسل ابيض، معلقه كبيره زنجبيل طازه، 2 فص ثوم مفروم، نص كوبايه عصير برتقال، معلقه كبيره برتقال مبشور، 1 معلقه قلنا ملح وفلفل. ودي بينفع يتعمل بيها قطع اللحمه، وبينفع يتعمل بيها قطع فراخ زي سيش طاووق، وبتبقى حلوة قوي لما بنعملها في سياخ. يعني بنجيب الفراخ مثلا أو اللحمة نحطها في السياخ، ونحط نص التتبيلة برضو نتبل بيها الفراخ أو اللحمة ونشويها، أو نحطها على الفحم أو في الفرن، والنص التاني قبل ما نحطه ما نحطوش على أي حاجة، وبنقدمه معاها في طبق صغير كده كدب للحمة أو الفراخ بتاعتنا. برضو دي بنعملها من غير اي مكنه. هنحط زبده الفول السوداني، بتدي طعم فظيع للوصفه دي. نحطها كده ونحط شويه صويا عليها ونفكفكهم كده من بعض، ونبتدي نحط بقيه المكونات اللي عندنا. طيب ادي العسل، وادي نص كوباية من عصير البرتقال، ده اكتر احنا هنحط ده بس. ادي الزنجبيل طازة، وادي الثوم، وادي البرتقال المبشور، وادي الملح والفلفل. نحط شوية ملح، نحط شوية فلفل. ودي برضو ممكن تقعد معانا تقريبا اسبوع الصوص دي، من اسبوع برضو العشر ايام، لان برضو ما فيهاش اي حاجة ممكن تبوظ مننا. هو بس البصل اللي بخاف لما بيقعد فترة، طبعا انتوا عارفين طعمه بيتغير. فمع الليمون مع الملح ممكن يتحمل 3 ايام. طيب كده نبقى احنا خلصنا معاكم التتبيلات بتاعتنا، هنحطهم كلهم بقى برطمانات، وزي ما اتفقنا بناخد الكمية اللي احنا عايزينها والباقي بنحطه في التلاجة. وقلنا على المدد اللي ممكن نحفظ فيها الصلصات بتاعتنا علشان نرجع نستعملها تاني. خلاص كده الصوص بتاعتنا دي كمان جاهزة.